صرنا كتير منعرف إنه سيارات الـ SUV والدفع الرباعي هي أكثر سيارات مبيعاً بأسواقنا. خليني أعرفكم بهاي اللائحة اللي بنظرنا هي ثلاث أفضل سيارات SUV أو دفع رباعي بمعرض دبي الدولي للسيارات. دودج دورانجو SRT بتحمل رقم قياسي كأسرع سيارة بثلاث صفوف مقاعد في الربع ميل أو الكورتر مايل. هاي السيارة عم تجينا بمحرك هيمي V8 بسعة 6.4 لتر وعم بتولد قوة بتوصل ل 475 حصان يلي بيدفع السيارة لسرعة 100 كيلومتر بالساعة ب 4.4 ثانية. تخيل شفرلي تاهو بمحرك كورفت، أو ما في داعي تتخيل، فالسيارة موجودة هون معنا بمعرض دبي الدولي للسيارات واسمها التاهو RST. هاي السيارة عم تيجي مع محرك V8 بسعة 6.2 لتر عم بيولد 420 حصان و 624 نيوتن متر من العزم، وهذا عم بيدفع السيارة للتسارع لسرعة 100 كيلومتر بالساعة ب 5.7 ثانية، طبعاً مع عدم تخليها عن اللي بيجعلها سيارة عائلية وللاستخدام اليومي. يمكن تكون الألفا روميو ستيلفيو كوادريفوليو من أجمل سيارات الـ SUV اللي يمكن أنك تقتنيها، ولكن تحت هذا الجمال عم بتخبئ ستيلفيو كوادريفوليو محرك من فيراري توين توربو V6 بسعة 2.9 لتر عم بيولد 505 حصان وعزم بيوصل ل 600 نيوتن متر، وهذا عم بيسارع السيارة ل 100 كيلومتر بالساعة ب 3.8 ثانية فقط. مع تماسك على الطريق جعلها تلف إحدى أصعب الحلبات بالعالم، وهي حلبة النوربرغرينغ بأقل من 8 دقائق.